الليل تذكر بلم عينها بها زينب قالوا ميسرينها يسروها ولا لها وحيد فزا جاء الحاد يضعونها بسعي وقطار يسروها ولا لها وحيد فزا جاء الحاد يضعونها بسعي وقطار جلالين شدوين أبو فضل وقار ما تدل الشريعة وينها جنين شتكر بنا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها بس أشوفها والعتاب يزول واضربوا فاضل على الأخوة يجو بس أشوفها والعتاب يزول واضربوا فاضل على الأخوة يجو حق عذر يقول مقطوع الزنون حال ملك الموت بينه وبينها حال ملك الموت بينه وبينها جنين شتكر بنا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها جنين شتكر بلا عليها نعتب قول هاي رجال والدورين ظروف جنين شتكر بلا عليها نعتب قول هاي رجال والدورين ظروف حر وزينب بيشمت وبابتني فوق جدي حسين ويمسل بينها فوق جدي حسين ويمسل بينها جنين شتكر بنا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها أردني جدتهم صديق بالشامعين الطويب خشت الذهب راس الشهيد أردني اجتجهم صديق بالشامعين الطويب خشت الذهب راس الشهيد من الشزيلة ببتي وانا يزيد قاعدة لو واقفة مخلينها قاعدة لو واقفة مخلينها جنين شتكر بنا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها جنين شتكر بلا عن العيال شلون قل بلا ولي هض عن شال خلوا السبعين من غير الأطفال مذبحة والوادم مسجينها مذبحة والوادم مسجينها السهم لو مرطار له عيون الخدر بجل يا رب دخيلك والنبي يذبل مشجرة الصيحة وحدة بيعلك يا سيد الحسن
موجود هذا الماسلم شد في القمر من كل كتب مرمي بسهم مو كربلاء هاي المدينة تبيج دم القبر النبي جاب اليحور قول الخيام نفس الحزن بس رملة مو للولد ونتها حاج الناش وتقلة لا تبعد بدماتها دارش تسوي بظلة كان الحسن خيمتها كان الحسن خيمتها الحسين اللي يا سبب وقل ظهر تنطفي نار المواجع لاهبة سقط النبي تفن بديه المشتبه وقت الدفن يم صدر ضمه وقربه الخامس بجي الهم رابع أصحاب العبة روح الولي وقلب أمه وشايل سماحة جدة سم الغدر مغتالة ما ميت بسم كبدة مجادة وحدة بجيشة شكم جنديش بجادة شكم جنديش بجادة دخيلك والنبي يتظلم الشجرة الصيحة وحدة بيعلك يا سيد الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى هذه الوجوه التي لوحتها الشمس وهي سائرة إلى قبرك الشريف السلام عليكم أعزائنا المشاهدين بهذا اليوم الحسيني المبارك وهذه المسيرة الحسينية الخالدة التي تنطلق في كل عام منذ عاشوراء التي استشهد بها الإمام الحسين وحتى يومنا هذا ولن تنقطع أبدا حتى نهاية هذا الكون والعالم إنها مسيرة الوفاء والولاء إنها مسيرة العشق الحسيني المستمرة نحن الآن أعزائنا المشاهدين في مركز مدينة الناصرية وبالتحديد في مقابل مديرية شرطة محافظة ذي قار قبل قليل قبل أن ندخل في الجو شاهدت مقطع تلفزيوني على قناة الفرات وهو إلى الطرق التي كانت تمارس ضد زوار الإمام الحسين في الحقبة الماضية عندما كانوا يمنعون الزوار من هذه الدوائر ومن أزلام النظام البائد اليوم اختلفت الصورة وبالعكس نشاهد أنه دوائر الدولة الأجهزة الأمنية كلها تقف في خدمة الزائر تقف في خدمة المواطن وفي خدمة الشعائر الحسينية السلام على الحسين وعلى هذه الوجوه اليوم التي تخدم الإمام الحسين الحقيقة هنا اليوم الخدمة على أوجهها في محافظة ذي قار وفي مركز مدينة الناصرية هنالك تفاعل كبير من قبل الخدمة وتجدد بأنواع الخدمات ربما هنالك خدمات لأول مرة تنزل هنا في المواكب خدمات المأكل والمشرب تنوع كبير في هذه الخدمات اليوم تقدم للزائر اليوم الزائر عندما يدخل من حدود محافظة ذي قار إلى أن يخرج منها الحدود الإدارية إنه يجد كل المستلزمات متوفرة له من مأكل من مشرب من مبيت حتى وصل الأمر إلى توفير الكسوة الملابس كل شيء
يعني لا يخطر في بال المواطن يتوفر هنا في طريق الإمام الحسين. بالحقيقة المشاهد اليوم معبرة وكبيرة وتقول يعني لا توصف بالكلمات حقيقة. الحمد لله والشكر على هذه النعمة، نعمة الإمام الحسين ونعمة زيارة الإمام الحسين. وننتقل معكم أعزائي المشاهدين إلى الاستوديو لمتابعة التغطية الخاصة، ونعود إليكم مجددا. قدرك محتار اصحاب العقول بسرك، ايش قدر اداوي يضيعون موضع قبرك، ضيعهم بنور اللي يشع من نحرك. يا من نورك نور الله حتى الاعمى يندل، تعبوا بحج الاحرار شيعة حيدر حاج الجام. يا من نورك مشايا دفع المنحار وفايا من عالم الذر شان ساطع نورك، الله خلقنا واحنا جينا نزورك. آمنا بيكون اتبع دستورك، يضمن نجاة اللي يلوذ بسورك. قبرك مفزع للحاير، بيتتلقى كل زاير، تهتف يا حي الزوار. لجلك ديمانة بلا ثمن نفديها، محلاها دنيا بخدمتك نقضيها، تضوي الصحيفة ليصطع اسمك بيها. المات بدربك هنيالة، حبك أفضل أعمالة، متعن يبهم وإصرار يا من نزورك مشايا دفع المنحار وفايا قطع الجفوف وجنها منتعنى، نادينا قطع الراس لا ما يهمنا. احنا الذبح مولاي ما رجعنا، بيعوف بدم النحر وقعنا. والعادون يسمعونا لو بمحبتك قطعونا، غيرك قائد ما نختار. يا من زورك مشايا قطع المنحار وفايا ما نتعذر مهما صار شيعة حيدر حاج الجام. يا من زورك مشايا قطع المنحار وفايا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك وخدمتك يا مولاي يا أبا عبد الله. ها نحن الآن في مركز محافظة ذي قار، بالتحديد في مدينة الناصرية، لنواصل هذه التغطية الحية والمباشرة من كل المحافظات والأقضية والنواحي
التي يتواجد بها زوار أبي عبد الله القاصدين كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام. نعم، ما زال أتباع أهل البيت يسطرون هذه الملاحم الحسينية وهذه الملاحم الإيمانية باتجاه كربلاء المقدسة، وهم يرسلون هذه الصور للعالم أجمع بأننا على طريقك يا سيد الشهداء، مواصلون وثابتون وعازمون، ونبذل الغالي والنفيس من أجل الحسين وقضية الحسين. ولرب سائل يسأل ما السبب من هذا البذل وهذا العطاء باتجاه قضية الحسين؟ فنقول لهم كما قالها إمامنا الصادق في عندما جاء في نص الأربعين بحق جده صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ها هم أتباع الحسين يواصلون هذه التغطية ويواصلون هذه الزيارة، وهم يزحفون بدرجات الحرارة العالية ليواصلوا هذا المسير وهذه الرحلة. نعم، فحرارة الأجواء ما زادتهم إلا قوة وصلابة وعزما على المضي بطريق الحسين. واليوم أعداد الزائرين تزداد شيئا فشيئا، وهي تتجه إلى كربلاء المقدسة. فبعد البصرة الفيحاء وميسان العطاء، ها هي إيقار الإيباء تلتحق بنظيراتها من المحافظات الجنوبية، ويتستقبل الزائرين وتقدم لهم الخدمة وتقدم كل ما يحتاجه الزائر الكريم. ومن بعدها تنطلق هي أيضا صوب كربلاء الإباء. نعم، هذه رسالتنا هي رسالة الحق، وهذه مبادئنا هي مبادئ الحسين التي ضحى من أجلها وقدم نفسه وأهل بيته من الهاشميين وأصحابه الخلص قرابينه من أجل أن يستقيم دين محمد. وهم أتباع محمد وآل محمد يواصلون هذا الطريق سيرا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة، وسنواصل معهم هذا الطريق إلى يوم الأربعين في العشرين من صفر. الكلمة لكم زملائي. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب هربا وما لي رغبة إلا فداك. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواك. حسين أنا المشتاق للقيا، فخذني وهل لي منية إلا لقاك، أقدم كل ما عندي فدا وما لي رغبة إلا فداك. المشتاق للقيا فخذني، وهل لي منية إلا لقاك، أقدم كل ما عندي فدا وما لي رغبة إلا فداك. تركت الخلق قرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، لو قطعتني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواك. حسين سلكت الكرب والأهوال دربا،
جئتموني بن أخطو خطاك وطلقت الحياة بسكينيها تركت الأهل ملتمسا قراك سلكت الكرب والأهوال دربا وجئتموني بن أخطو خطاك وطلقت الحياة بسكينيها تركت الأهل ملتمسا قراك تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطع ثاني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواك حسين 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 دعهدت الوفاء بكل دين ودينك في عاشوراء أتاك فهذه إخوتي صرعى ضحايا وأولادي قرابين هناك دعهدت الوفاء بكل ودينك في عاشوراء أتاك فهذه إخوتي صرعى ضحايا وأولادي قرابين هناك تركت الخلق حرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطع ثاني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواك حسين 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 وهذا طفلي الضامي ذبيحا فهل وفيت يا ربي علاك وهذه نسوتي حسرى سبايا تحملت البلايا من عداك وهذا طفلي الضامي ذبيحا فهل وفيت يا ربي علاك فهذه نسوتي حسرى سبايا تحملت البلايا الرحمن الرحيم السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار اللهم ربي لا تجعله منا آخر العهد لخدمة سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام نعم سادة المعزين سادة الموالين سادة المشاهدين لازلنا نتواصل وإياكم خطوة بخطوة مع زوار الإمام الحسين عليه السلام نحو كربلاء المقدسة وها هي ذي قار أبواب قلوبهم قبل أبواب بيوتهم تفتح لاستقبال زوار الإمام الحسين عليه السلام فاليوم هو النفير العام الاستنفار التام لاستقبال زوار الإمام الحسين القادمين من البصرة ومن المنافذ الحدودية الذين دخلوا إلى ذي قار اليوم من كل مناطقها من كل مشاربها فاليوم هو الموعد فاليوم هو تجديد العهد لسيدتي ومولاتي الزهراء نعم والله ثورة كبرى يقيمها هؤلاء الزوار عزاء كبير يقيمه هؤلاء الزوار هذا العزاء لن تجدوه أبدا إلا على طريق الحسين فنحن على طريق يا حسين نقول لسيدي ومولاي يا أبا عبد الله جئنا إليك زائرين جئنا إليك معزين جئنا إليك عارفين بحقك وبكرامتك عند الله فاللهم ربي تقبلنا زوار اللهم ربي تقبلنا خدام على هذا العطاء وعلى هذه المسيرة وعلى هذا الإيمان الراسخ تجدونهم في هذه الساعات الحارة وهذه الشمس الحارقة وهم يسيرون بكل ثبات ما هذا الأجر ما هذه الكرامة ما هذه الفضيلة
التي يحمد إليها هؤلاء الزوار. والله إنهم يتخيلون كيف يسيروا على هذا الطريق وهو ألذ من الشهد لديهم. هذه الحرارة لا تمنعهم أبدا، بل هي سعادة لهم، لأن الأجر سيتضاعف وسجل الزهراء يخط بباع الذهب. هؤلاء زوار الحسين الذين قصدوا إلى ابن الحسين الشهيد السليم العطشان الغريب المذبوح. وزينب، وحال زينب كيف هذه الليلة ونحن نعيش استشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسن المجتبى الذي قال: لا يومك يومك يا أبا عبد الله، ولا مصيبك مصيبتك يا حسين. ليت هذه الزيارة تكون لسيدي ومولاي الحسن، ليت هذه الرايات تتوجه إلى البقيع، وهناك نقيم العزاء ونقيم المأتم. يا كريم أهل البيت، يا أبا محمد، يا الحسن المجتبى، هذه هي السرادق وهذه المضائف وهذه العزوبية باسم سيدي ومولاي الإمام الحسن. فذكرك في قلوبنا، فذكرك مع الحسين، فأنت صبط النبي، فأنت والحسين سيدا شباب أهل الجنة. العزاء لك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب العصر والزمان، العزاء لمراجعنا العظام، العزاء لشيعة أمير المؤمنين في أصقاع الأرض على هذه المصيبة وعلى هذه الرزية وعلى هذه الفجيعة، ألا وهي استشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسن المجتبى. وهنا في ذي قار لأول مرة في العالم، لأول مرة في العالم ليسمع القائمين على موسوعة جينيس، إن لأول مرة في ذي قار والعالم تنصب سفرة كبيرة على طول ذي قار من سوق الشيوخ إلى البطحاء، سفرة الإمام الحسن. موعدكم غدا في الصباح مع هذه السفرة العامرة باسم سيدي ومولاي الإمام الحسن المجتبى. هذه عودة وانتقالة إلى زملائي بالاستوديو البث المباشر. امشي ودموع تهون وجفوني لتنوح، وتسيل من عين خيم وتسيل الجروح. امشي ودموع تهون وجفوني لتنوح، وتسيل من عين خيم وتسيل الجروح. وعيوني ما جرت نفس لوعه بأثر لوعه، الجبل لو شاف الخيم هم تنزل دموعه. وعيوني ما جرت نفس لوعه بأثر لوعه، الجبل لو شاف الخيم هم تنزل دموعه. مو حقها العيون لو حمرت من الألم، شافت شمر كان مخاصر بنص الخيم. مراح القمر بريحة نحار. مشاي مشاي دموعي شدت الظهر، مشاي مشاي يا حيل شاي جم قهر. عاشور صفار بريحة نحار. امشي واشكال الالم يتمشى وياي، وبراسي تفتر الصور الشمس وفياي. امشي واشكال الالم يتمشى وياي، وبراسي تفتر الصور الشمس وفياي. صورة رقية تنتظر لحسين واليها، تاليها طبلها الشمر بالصوت يوليها. صورة رقية تنتظر لحسين واليها، تاليها طبلها الشمر
بالصوت يوليها والأدهى من هاي نار الخيام موجرة وبالبر الأطفال وشفافهم متفطرة منك يا دهار بريحة نحار نحار امشي ودخان الخيم ياخذني للشام لو ثقل جدمع للارض تدفعني الاسهام امشي ودخان الخيم ياخذني للشام لو ثقل جدمع للارض تدفعني الاسهام انظرها زينب على الهزل وتنادي يا جدي وحسين اشوف على الرمح والله انزرف جدي وانظرها زينب على الهزل وتنادي يا جدي وحسين اشوف على الرمح والله انزرف جدي وانظرها للرماح عروس لطمية قرت وانا بجي محتام الذكلة مو مثل بجد يا طول السفر بريحة نحار الشاي مشاي مو عشان بيت الظهر الشاي مشاي يا حيل شاي جم ظهر واعتر بالمشي من قد الحبال بيها مشتوف الورد زينب والاطفال امشي واعتر بالمشي من قد الحبال بيها مشتوف الورد زينب والاطفال وهنا انا لاقيت الشمر يتمشى قدامي تهجم عليه وطحت قد ما تنظامي وهنا انا لاقيت الشمر يتمشى قدامي تهجم عليه وطحت قد ما تنظامي صار انا عطشان هم رايح بدرب السبي ومواسي الحسين ومواسي زينب والنبي كل خطوة بشهر بريحة نحر يا حب الشاي مشاي الشاي مشاي يا حيل شاي جم قهر عاشور وصفار بريحة نحار عاشور وصفار بريحة نحار ذراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وها هنا اليوم ثرى الإمام الحسين في طريق الزوار هذا الثرى المبارك الذي من أجله تزحف الملايين للوصول إلى قبر سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام ومعي اليوم خدمة الإمام الحسين في محافظة ذي قار بهذه المواكب المنتشرة على طول الطريق وعلى الجانبين من أجل توفير الخدمة والخدمات لزوار الإمام الحسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياكم تحدثنا عن الخدمة اللي جاي تقدمونها بهاي الأيام للزوار هنا في مركز مدينة الناصرية بسم الله الرحمن الرحيم نعزي أنفسنا والإمام الحجة بذكرى أربعينية الإمام الحسين مثل ما تلاحظ الطريق حاليا مزدحم بالزوار اللي قادمين من المحافظات الجنوبية وإن شاء الله نقدم الخدمة والمأكل والسكن لأن الزائر يحتاج أنه يرتاح حتى يكمل مسيرة في طريقة بالأحرى الإمام الحسين عليه السلام بالنسبة للمبيت بهاي الأيام جاي يسوون يعني والله حاليا قبل كان المبيت من المساء حتى الصباح الحاليا لا اتغير لان تدرف ظروف الجو فصار السكن من الصباح للمساء وبعدين الفترة الثانية نفس الحالة
حتى يكمل مسيره بطريق المال الحسين. بالنسبه للخدمات العامه الدوائر اكو خدمات الماي المجاري البلدي كل شيء حاليا متوفر للزائر من ما خدمات كافه الدوائر الحكوميه متعاونه ويا المواكب الحسينيه بخدمه التنظيف تقديم الماء الاكل كل شيء متوفر حاليا. هذا المكان ما يذكرك بشيء انه هنا هذا المكان كانوا يعتقلون به ويعذبون به الزوار اليوم احنا نوقف قباله ونصور بث مباشر هاي المسيرة قبل ما كانت اكو مسيرة بس حاليا انت جاي تشوف اكو دوائر حكومية رئيسية بداخل محافظة ذي قار حاليا هي تخدم ميانا يعني اكو مواكب ويانا جاي تخدم دوائر حساسة في محافظة ذي قار تخدم ميانا بطريق الامام الحسين والحمد لله والشكر هاي الخدمة نعمة كبيرة باركة من الله سبحانه عز وجل والله يديمها علينا ان شاء الله وعليكم خدمة الحسين عليه السلام وشرف مو حقيقة صعب انه واحد يستحق انه يخدم زوار الامام الحسين عليه السلام رحم الله وادعوك جزاكم خير مخدومين ان شاء الله وكما شاهدتم اعزائنا المشاهدين هذه الخدمات الموزعة والجليلة بالحقيقة هي خدمات يعتبرها خدمة الامام الحسين هي قليلة بحق الزوار وبحق الامام الحسين لما قدمه للانسانية ولما قدمه الى هذا الكون اجمع من دروس الحرية والاثار ومن دروس الإيثار والحرية والوفاء هذه الدروس العظيمة من الثورة الحسينية الخالدة اليوم تتجسد هنا في طريق الأحرار طريق الحسين والعودة معكم أعزائنا المشاهدين إلى الاستوديو لتكملة هذه المسيرة الخالدة منين ما تطلع تباوح كلها مقطوعة الشوارع خيمة سودة تعنتك ريقوا عدنا وتغدوا صار الغروب وتعشوا وبيتوهم شيعتك إيلك شالوا راية حمرا والبو فاضل راية خضرا في دواروح الرايتك انزل خل تجينا لدول كلها والعزوبية احنا اهلها الخير كله بصغرتك انزل هلا حسين فاتح ديوان قدامكم في دواروح جواب غير اليوم في دواروح صوت بصرة شالت على معالي حسين عدنا تقول غالي ولي يجينا ندلله الله وشف الزودة اهل العمارة قبل لا تبدا الزيارة عرضة واحدة القافلة الله وشوف ملقى الناصرية تلقى والحرة السبية وصلوها الكربلة انزل شوف زود اهل المثنى شايلين شقد محنة كلها تصرخ يا اهله الله وخنا بوسا هاليوم بجدامكم في دوار وحد بلكة جواب في دوار وحد خادم انا فضل هل البصرة شالت على معالي حسين عدنا تقول غالي وليجينا ندلله هل وشوف زود اهل العمارة قبل لا تبدا الزيارة عرضة واحدة القافلة هل وشوف ملقى الناصرية تلقى والحرة السبية وصلوها الكربلة الله وشوف زود اهل المثنى شايلين شقد محنة كلها تصرخ يا هلا انزل حنا بوس هاليوم بجدامكم في دوار روح بركة تعبت هلا في دوار روح صوت الكاظم ببغداد قائد جابهم ما خلى واحد واحتنوا مشايخ الله
الحلة وكفت يم شريفة والحسن فاتح مضيفة مقر للوفاية الله والدواني يحتنيها الحمزة بحزامين بيها بيد شال الراية الله قافلة من الكوب طلعت وصلت الكربلة وعرضت للقمر وفاية للقمر وفاية يحسين فاتح ديوان قدامكم فدوا روح بردت وبرد بلكة تنص فدوا روح خادمك جواب جواب صوت فدوا روح زوار لك الله الكاظم ببغداد قائد جابهم ما خلى واحد وحتنا ومشاية الله الحلة وكفت يم شريفة والحسن مطح مضيفة مقر للوفاية الله والدواني يحتنيها الحمزة بحزامين بيها بيد شال الراية انزل بيد شال الراية الله قافلة من الكوب طلعت وصلت الكربلة وعرضت للقمر عناية انزل حسين فاتح ديوان قدامكم فدوى روح صير لي فدوى روح عليك الحسين جاوب فدوى روح زوار الله وما نفرق من نعزب يا هولي مربين كلم كلها نفس المستوى الله فتح البيبان كلها الخدمة ما تلقى مثلها وحق شيال اللواء الله ومزاير يم قاعد ودي لها لعلى المواقد قال صب انك هوا الله الحسن هذا الفنجان ودالكم في دواره بردتوا بردتوا هدوة الله الله وما نفرق من نعزب يا هولي مربين كلم كلها نفس المستوى فتح البيبان كلها الخدمة ما تلقى مثلها وحد شيال اللواء مزاير يهم قاعد ودي لها لعلى المواقد قال صب انك هوا الله الحسن هذا الفنجان ودالكم فدوة جواب جواب بلكة تنصير لي بردت بردت فدوى روح زوار لترابكم بلكة تنصير اليوم شوني لفع من مطوينة شي فريد مشي مشينا موش منا ينفرد موش منا ينفرد الله وتخسر بعمرك خسارة لو عفت هاي الزيارة لا تفكر بالبعد الله ولا تفكر بالبعيد كل شهيد نشيل صورة لازم نقصده ونزوره وفوق قبره نحط وريد انزل فوق قبره نحط وريد الله ولا الحسين من احتنينا صاحب على الصوت لينا يا هلا بزلم الحشير انزل يا هلا بزلم الحشير جو 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 يا هلا بزلم الحشير انت جاوب انت يا هلا بزلم الحشير يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا انزل يا هلا
هلا وطلع حيا للنجف يبرالكم فدوة بركة سعد سعد فدوة روح الزوار خادم فدوة روح الزوار ونحن نتواصل معكم بهذه التغطية المباشرة من طرقات لبيك يا حسين، واليوم في محافظة ذي قار بالتحديد مدينة الناصرية، لنقل طلائع الزائرين القادمين من كل حدب وصوب باتجاه كربلاء المقدسة. نعم الكل متواجد هنا من أجل خدمة الحسين وخدمة زوار الحسين، ونشاهد جميع الخدمة متواجدين، كل شخص يخدم من مكانه بكل تأكيد. معنا أيضا الخدام المتواجدين هم معتمدي المرجعيات المتواجدين على طول هذه الطرق. السلام عليكم شيخنا، عظم لك الأجر، حياكم الله، أهلا وسهلا بك، الله يعظم أجوركم إن شاء الله. اليوم حدثنا عن دور رجال الدين المتواجدين على طول هذه الطرق. أحسنتم، أدركت الحوزة العلمية أهمية الجانب التبليغي في المسيرة الحسينية المباركة، ومن هنا نشرت طلبة العلوم الدينية على طول الطريق، وبحمد الله نرى تفاعل جدا إيجابي من الزوار في الأسئلة العقائدية، في الأسئلة الشرعية، في قضايا أخرى روحية. توجه كثير من الشباب إلى هذه المحطات وأخذوا يقدمون الأسئلة، ونحن بدورنا كطلبة حوزة نقدم لهم الأجوبة إن شاء الله بما أمكن. واجدكم هنا شلون جاي يصير؟ جاي نجي يعني الصبح، وجاي نجي أنه العصر، وجاي نجي أنه بالليل نحضر إن شاء الله. وأكو بديل إنه يعني بعض الطلبة يجون بالليل، قسم يجي الصبح، قسم يجي العصر، بعضنا يجي الصبح والعصر هنا يتواجد، وبحمد الله تفاعل إيجابي جدا من الزوار. الله يتقبل أعمالك، عظم الله أجرك شيخنا، معظم إن شاء الله، الله يتقبل أعمالك إن شاء الله تعالى. اليوم رب سائل يسأل، هاي الناس جاي تبذل وتعطي من أجل الحسين، الحسين شنو اللي يريده من زواره من خدامه؟ عظم الله أجورنا وأجوركم، ما يريده الحسين صلوات الله وسلامه عليه منا في هذا الطريق وفي هذه المسيرة هو الالتزام بطريقه ونهجه، وطريقه ونهجه هو طريق الله عز وجل، الالتزام بالصلاة، الالتزام بقراءة القرآن، وهذا ما حث عليه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حتى في ليلة العاشر، حيث قال: إني أريد أن أقضي آخر ساعات عمري بتلاوة القرآن وبالصلاة، فإني أحب الصلاة وتلاوة القرآن. وفي يوم العاشر من محرم كذلك الحسين عليه السلام يوقف الحرب من أجل أن يؤدي الصلاة، كما قال له أحد أصحابه أنه حان وقت الزوال وقد قرب وقت الصلاة، وأريد أن ألقى الله وقد صليت معك آخر صلاة. كذلك الاهتمام بتلاوة القرآن، الاهتمام بالواجبات، ترك المحرمات، أن تقتدي النساء وأن يقتدي الرجال بالحسين عليه السلام، وأن يقتدون بزينب صلوات الله وسلامه عليها، وهو طريق الله عز وجل. هذا النصائح للمرجعية يعني بخصوص هذا الموضوع. نعم. كذلك المرجعية العليا في كل عام يعني في كما عودتنا بأن تلقي بعطفها الأبوي على الزائرين الكرام ببيان بعض المسائل الشرعية، وكذلك ببيان بعض الآداب المتعلقة بهذه الزيارة، وتجدون هذه التعاليم وهذه الآداب والسنن منشورة على طريق الزائرين كما يوفرها الإخوة طلبة العلوم الدينية في طريق الزائرين. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله، جزاكم الله. يعني نتحدث دائما أنه طريق الحسين نشاهد جميع كل شخص يخدم من مكانه، أيضا ننتقل لبعض الشباب المتواجدين ونشوف شنو نوع الخدمة اللي يقدمونها من خلال تواجدهم على طرق الحسين سلام الله عليه. السلام عليكم، عظم الله لك الأجر. سلام، بس سلام غدير. أي واحد، أي واحد، عظم الله أجركم. سلام، عظم الله لك الأجر إن شاء الله، وأحسن لك الحساب. دائما نشاهد الخدمة من مكان من مشرف رجال الدين، أيضا اليوم نريد نعرف دوركم بطريق الحسين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله بهذا المصاب الجلل. باشرت كوادر عتب العباسيه المقدسه بكل اقسامها بنصب محطات ثقافيه لخدمه الزوار، اضافه الى كما ذكرتم الخدمات اللي يقدمونها بقيه المواكب. احنا اليوم نقدم خدمه ثقافيه للزوار باعتبار هي الخدمه الاهم والابرز على الساحه العراقيه. الصحيح انه الخدمه هي اول شيء توزيع الكتب على الزوار الكرام بالتحديد الشباب، وعندنا استبانه مجموعه الاسئله هي ترصد اجوبه الشباب، وبالتالي نعد برامج على ضوء هذه الاستبانه. ايضا شاهدت انه بعض
تعليم للقراءات وسور القرآن وآيات القرآن. نعم، هناك تعليم لقراءة سورة الفاتحة باعتبار هي أبرز السور الموجودة بالقرآن وهي أهم سورة بالصلاة اليومية، ضروري الزار يتعلمها. وأيضا سور القصار، سور القرآن. الزوار الناشئين باعتبار أغلب الزوار هم عارفين الوضع. أي بالضبط. لا، أحيانا الزار الكريم يعني كبير بالعمر لكن عنده خطأ بقراءة، فهنها محطة تعليم قراءة سور القرآن الكريم. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نعم، هذا هو طريق الحسين وهذا نهج الحسين. نشاهد العديد من الخدمات بالنسبة لخدمات الزائرين، سواء خدمات ثقافية، خدمات دينية، خدمات مأكل ومشرب ومبيت. نعم، إذن هذه هي رسالة الحسين وهذه هي أهداف الحسين. وبكل تأكيد ربما رجال الدين تحدثوا بما فيه الكفاية بأن الصلاة هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. فتعليم الصلاة والتمسك بالصلاة وأداء الواجبات هي أهم الشروط التي ضحى من أجلها وكانت أهدافا سامية لثورة الإمام الحسين عليه السلام. بكل تأكيد أجواء روحانية إيمانية على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، وكما تشاهدون الشوارع مختصة ومكتظة بالزائرين القاصدين إلى كربلاء المقدسة من الناصرية إلى كربلاء المقدسة مرورا بمحافظات الجنوب والشرق الأوسط. إن شاء الله سنتواصل نحن معهم ومعكم أعزائنا المشاهدين بهذا النقل الحي والمباشر من كل شارع يسير فيه أتباع أهل البيت إلى كربلاء المقدسة، كربلاء الفداء التي تستقبل مئات الآلاف من الزائرين بمناسبة أربعينية سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. هذه انتقالة إلى الزملاء في استوديو البث المباشر. جنان الجد كربلاء ضي عينها بها زينب قالوا ميسرينها، جنان الجد كربلاء ضي عينها بها زينب قالوا ميسرينها، يسروها ونالها وحيد فزا جاء الحادي يضعونها بسعي وقطع، يسروها ولالها وحيد فزا جاء الحاد يضعونها بسعي وقطع، جنان ينشد وين أبو فضل وقال ما تدلون الشريعة وينها، ما تدلون الشريعة وينها، جنان ينشد كربلاء مضي عينها بها زينب قالوا ميسرينها، بس أشوفها والعتاب يزول واضربوا فاضل على النخوة يجول، بس اشوفها والعتاب النيزول واضربوا فاضل على النخوة يجول، حق عذر يقول مقطوع السنون حال ملك الموت بينه وبينها، حال ملك الموت بينه وبينها، جنان ينشد كربلاء مضي عينها بها زينب قالوا ميسرينها، جنان ينشد كربلاء عليها نعتب قول هاي رجال والدورين ظلوم، جنان ينشد كربلاء عليها نعتب قول هاي رجال ودور الظلوم، حرمة زينب بيشمر طوبة بتنيم فوق جدي حسين ويمسل بينها،
فوق جتلي حسين ويمسل بينها جبل انشد كربل الضيعينها. مع عزيزي المشاهدين تواصلاتكم بهذه التغطية الحية المباشرة لقناة الفرات الفضائية من طريق الإمام الحسين عليه السلام. تعلمون تماما هذه الخدمات التي تقدمها المواكب الحسينية على طول هذا الطريق من البحر إلى النحر، نتاج هؤلاء الشباب الذين تركوا أعمالهم وكل متعلقاتهم لخدمة سيدي ومولاي الإمام الحسين بكل تفاني وبكل إخلاص. تشوفون هاي الخدمة اللي جاي يقدموها شباب ما عندهم غير الحسين وسيلة وما عندهم غير هذا الطريق هو النجاة لهم. سلام عليكم مولاي، قواك الله. دول الشباب شلون لميتهم؟ تدق البيبان عليهم تعالوا تفزحهم لو شلون؟ بس تعال قدام الكاميرا تعال يوم انطاحوا يجوا. اصلا هاي الشباب تنتظر سنه كامله، يعني تنتظر الموكب يوم يوم، تحسب للسنه على مود تخدم الامام الحسين وزور الامام الحسين. يعني الناس هي بنفس الوقت هو مناسبه حزن على سيد مولاي الامام الحسين، بنفس الوقت هم فرحانين جاي يخدمون هالزوار. لا لا، الخدمات متواصله، ثلاث وجبات رئيسيه واكو وجبات بيانات وبالليل متاخر والفجر يشاهدون هذه الخدمة اللي يقدمها هؤلاء الشباب وهي المواكب الحسينية على طول هذا الطريق. هذا ديدنهم وهذا عملهم وهذا إخلاصهم. جميل مرتضى إذا أردت تطلع لبرا شوف أجواء الشارع وأجواء الحسين عليه السلام وأجواء هذه الزيارة المليونية. ما شاء الله على هذه الخدمة وهذا العطاء اللي قدمه زوار الإمام الحسين والمواكب الحسينية. تشوفون أنتم على طول هذا الطريق هذه الخدمات مقدمة، وأيضا هنا الشباب جاي يشتغلون ما شاء الله هسا قصر يشتغلون. السلام عليك، قواك الله، شلون صحتك؟ خير عمار، حياك الله عمار، حيا الله أصلك. لا لا، أنت شلون تحمل مستمر؟ خدمة نبعد الله يستاهل، ما نقدم. الله يبارك، يبارك بالجميع إن شاء الله والخدم كلها ويحفظ زوار الحسين. انت اصلا ان شاء الله بيام الزياره تعوف شغلك اوف الشغل ايه اوف كل شيء ابو عبد الله يستاهل وهي هاي فرصه الله بس انا تجينا احنا كم يوم ان شاء الله يوفق الجميع ان شاء الله يوفق الله ابو راضي شلون صحتك موكب شهيد المحراب ان شاء الله ليش يوم ثلاثه مستمرين ان شاء الله الحمد لله الله يوفقك ان شاء الله عباس يوفقك الله يحفظك ونعم منك عظم الله اجورنا واجورك الحمد لله الله يسلمك ويقوي حيلك الله يحفظك ان شاء الله ما الخدمه هاي ما تضيع وجه الإمام الحسين عليه السلام. هاي الخدمة الزوار من البصرة لمن توصل ناصرية إن شاء الله كل الخدمات متوفرة لها. الله يعزكم إن شاء الله. هذه هي سفرة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام اللي يتواصل هؤلاء الزائرين وهؤلاء الخدمة من جميع الأقضية والنواحي في محافظة ذي قار يتواصلون بأداء هذه الخدمة، وهذه هي ذي قار، ذي قار الكرم والعطاء، ذكار الشجاعة والتضحية، وهاي المواكب الحسينية اللي تتواصل دائما بتقديم هذه الخدمات. هذه صورة مصغرة لهذه السفرة الممدودة من كرب من البصرة إلى كربلاء المقدس. هذه عودة وانتقالة للزملاء بالسعودية البلد. وفي الحسين اللي يا سبب وقف ظهر مفين السهم لو مرطار له عيون الخدر بجل يا رب دخيلك والنبي يدفل مشجرة الصيحة وحدة بيعلك يا سيد الحسن مر الناش لوجود هذا الماسلم كتف القمر من كل كتور مرمي بسهم مو كربلاء هاي المدينة تبيج دم قبر النبي جاب لي حور قول الخيام نفس الحزن بس رملة نقول الولد ونتها حاج الناش وتقلة بعد بدماتها دارش تسوي بظله كان الحسن خيمتها كان الحسن خيمتها الحسين اللي يا سبب وقف ظهر بفوق السهل
تنطفي نار المواجع لاهبة سبط النبي تفن بديه المشتبة وقت الدفن يم صدر ضم وقربه الخامس بكي الهم رابع أصحاب العبة وحلوة لي وقلب أمه وشايل سماحة جدة سم الغدر مغتالة ما ميت بسم جبدة مشاهدة وحدة بجيشة شكم جندي شبه جادة شكم جندي شبه جادة السهم لو مرطار له عيون الخدر بجي يا رب دخيلك والنبي يتظلى مشجرة الصيحة وحدة بيعلك يا سيد الحسين نستمر معكم أعزائنا المشاهدين في متابعة حية ومستمرة ومباشرة من على شاشة قناة الفرات الفضائية لمسيرة الحسين مسيرة السيد الشهداء هذه المسيرة الشامخة والخالدة خلود الدهر إنها مسيرة لن تنقطع ولن تبيد إنها مسيرة وفاء وولاء مستمرة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين كما تشاهدون زيادة في عدد المواكب زيادة في عدد الزوار زيادة في عدد الخدمات ولكن ما لفت انتباهي إن هنالك العديد من مواكب التوعية الثقافية المنتشرة على هذا الطريق مواكب ليست خدمة طعام وشراب ومبيت فقط بل هنالك مواكب التوعية الثقافية التوعية الصحية التوعية من كل الجوانب البيئية أيضا ومعي الأستاذ سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله العميد قحطان عبد الكاظم مدير شؤون مخدرات ذي قرض شكرا جزيلا للاستضافة هنا وحضورك معنا أريدك تحدثنا عن الموكب الذي قامته مديريتكم في هذا الشارع واستثمار زيارة الأربعين في هذه المناسبة للتوعية الثقافية بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تشرفت مديرية شؤون مخدرات ذي قار وبإشراف من السيد المدير العام لشؤون المخدرات بإنشاء موكبها الخدمي والتوعوي حقيقة ركزنا في الجانب التوعوي على إرشاد المواطنين السائرين إلى طريق كربلاء المقدسة إلى توعيتهم عن مخاطر المخدرات وآثارها السلبية وكذلك تبعاتها القانونية من خلال توزيع البوسترات والإرشادات وكذلك المحاضرات القصيرة الهادفة التي تهدف إلى توعيتهم من هذه الآفة الخطيرة نأمل بذلك أن نحقق ولو جزء بسيط من أحد المبادئ التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام ألا وهو مبدأ الإصلاح نعم أستاذ أيضا تحدثني على مدى استجابة الزوار والشارع عندما تقومون بتوزيع البوسترات والكلام عن هذه الحملة التي تقومون بها حقيقة لاحظنا استجابة كبيرة وسريعة من قبل المواطنين خصوصا أن هذه الآفة تهدد الأمن الذيقاري وتهدد الشباب وهي سبب رئيسي لأكثر الجرائم المرتكبة إن شاء الله تنخفض بفضل جهودكم وفضل هذه الحملات التوعوية اللي نريدها تستمر أيضا بعد الزيارة إن شاء الله ونحن مستمرين في هذا النهج وهذا نهج وزارة الداخلية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة شكرا جزيلا أستاذ شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين كما شاهدتم هذه المواكب التوعوية لمكافحة أمور خطيرة بالمجتمع فطريق الحسين اليوم هو ليس طريق فقط للزيارة والمشي وللعزاء فقط بل هو طريق توعوي وثقافي هنالك التوعية الثقافية الخاصة بالأمور الدينية هنالك التوعية الخاصة بالأمور الصحية بالأمور البيئية اليوم طريق الإمام الحسين هو طريق من أجل القيم والمبادئ من أجل إحقاق الحق من أجل السير على الصراط المستقيم والقويم إذن كما تشاهدون هنا هذه المسيرة هي عبارة عن خيمة إصلاح كبيرة بحق المجتمع فاليوم الكل يهتدي بهذا الطريق ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وتقوى القلوب في هذا الطريق نستمر معكم أعزائنا في هذه الرسالة ونعود إلى الاستوديو
الشايب قطع المنحار وفاية ما نتعذر مهما صار شيعة حيدر حامل جار فينا نزورك للشايب قطع المنحار وفاية سبحان رب القدرة عظم قدرك محتار أصحاب العقول بسرك إش قدرة ويضيعون موضع قبرك ضيعهم بنور اللي يشع من نحرك يا من نورك نور الله حتى الأعمى يندل تعبوا بحج الأحرار شيعة حيدر حامل جار فينا نزورك مشايا قطع المنحار وفايا ما نتعذر مهما صار شيعة حيدر حامل جار من عالم الذر شان ساطع نورك الله خلقنا واحنا جينا نزورك آمنا بيكون بعد دستورك يضمن نجاة اللي يلوذ بسورك قبرك مفزع للحاير بيت تلقى كل زاير تهتف يا حي الزوار لجلك ديمان بلا ثمن نفديها محلاها دنيا بخدمتك نقضيها تضوي الصحيفة ليصطع اسمك بيها المات بدربك هنيالة حبك أفضل أعمالة متعن يدهم وإصرار شيعة حيدر حامل جار فينا نزورك مشايا قطع المنحار وفايا قطع الجفوف وجنها منتعنى نادينا قطع الراس لا ما يهمنا احنا الذبح مولاي ما رجعنا بيعوف بدم النحر وقعنا والعادون يسمعونا لو بمحبتك قطعونا غيرك قائد ما نختار شيعة حيدر حامل جار فينا نزورك مشايا قطع المنحار وفايا ما نتعذر مهما صار شيعة حيدر حامل جار فينا نزورك مشايا قطع المنحار وفايا بقلوب أحبابك نطوي المسافات ونيجي لأعتابك ننسى التعب لما نشم ترابك آمنا باب الجنة عتبة بابك واللي يدخل بالجنة يطلب كل ما يتمنى طبعك تتلقى الخطاب شيعتك مشهودة أصبح اسمهم للكرم انشودة شيعة وحزمها لخدمتك مشدودة من الفاول الطف سفرتك ممدودة شوقي ولهفة بكل موكب
حي الزاير وترحب حياهم ولد الكرام. السلام على سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، والسلام على زوار الحسين الذين قاصدين كربلاء بهذه الهمة وبهذا الإصرار وهذه رايات الإمام الحسين. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله بكم على هذا المسير وعلى هذه الخطوات وعلى هذه الرايات التي تعانق السماء. حزنا عليك يا أبا عبد الله، حزنا عليك يا سيدي ويا مولاي، يا ذبيح يا غريب يا سليب يا عطشان كربلاء. ها هم الحسينيون، ها هم المخلصون، ها هم الأبات الذين تركوا كل شيء من أجل الحسين، الذين تركوا ديارهم ومنازلهم وملذات الدنيا واتجهوا إلى كعبة العاشقين، كعبة الأحرار، الحسين الشهيد. سيدي يا أبا عبد الله، هؤلاء اشتعلوا حرقة، هؤلاء زاد بهم الاشتياق، هؤلاء لا زالت جمرة الحرارة التي لا تبرد أبدا. حزنا عليك يا أبا عبد الله، فها هم وها هو مسيرهم وها هي همتهم العالية وهذا هو إصرارهم الحسيني، وها هم خدام الإمام الحسين عليه السلام الذين يقدمون الغالي والنفيس إلى سيد الشهداء. قواكم الله مولانا. قوة حيلة. الله يبارك فيك. وبيك البركة ونعزي صاحب العصر والزمان بمصيبة أبو الأحرار وأخيه أبو الفضل العباس. الله يبارك فيك. وأنا نعم نعم أستاذ معسكر. نفتح موكبنا وموكبنا يشيل. نفتح موكبنا وموكبنا يشيل، وتوارثنا القضية جيل بعد الجيل، وإذا ما تثغبية راجع التسجيل، وإذا ما تثغبية راجع التسجيل. إجيال الخدمة قبلك تلقاها ويحسين، من تسولف على العراقي ومن تغيسه من الكرم، من تسولف على العراق ومن تغيسه من الكرم. الصدر اول بالغوائم وهالامر هذا انحسم. الخدمه صعبه، الخدمه صعبه عند غيرنا يوزعون كاسات ماي، الخدمه صعبه ومن خدمنا ولا نحس واحد خدم. ان مدت عيب تخلص من البيش الحد حسين، مدت عيب تخلص من البيش الحد حسين. خدمنا وما تعبنا الليل ويا نهار، ويا البصرة ايش ما عندش دبيل ديغار. هيك شلون خدمنا، خدمنا وما تعبنا الليل ويا نهار، ويا البصرة ايش ما عندش دبيل ديغار. زوار الحسين وبيها ما تحتار، زوار الحسين وبيها ما تحتار. موش معذب يلقى الفيل، موش معذب يلقى الفيل، الزاير ظل متحير، موش معذب يلقى الفيل. بارك الله بهذه الهمة وبارك الله بهذه الأصوات وبارك الله بهذه الحناجر. هؤلاء هم خدمة الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين عليه السلام، يواصلون هذا العطاء ويواصلون هذه المسيرة وهذا الوفاء لسيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. بارك الله بكم وبارك الله بخطواتكم وبارك الله بهمتكم. هذه عودة وانتقال الزملاء بسبيل البلد. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب هربا وما لي رغبة إلا فداك. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواك. حسين حسين
حسين حسين أنا المشتاق للقيا فخذني وهل لي منية إلا لقاك أقدم كل ما عندي فدا وما لي رغبة إلا فداك أنا المشتاق للقيا فخذني وهل لي منية إلا لقاك أقدم